السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في معنا جيب لاند كروزر 2015. كان عندي شاشة تسلا، هذه اللي هي مقاس 15 بوصة. طبعا الشاشة كانت طافية بالمرة، كان في إضاءة خافتة، إضاءة زرقاء خافتة تشتغل معه. كان عندي الآي سي خربان، والآن شغلناها الآن ضبطناها. نجربها الآن إن شاء الله تبارك الله. شغال كل شيء شغال معنا، يعطي خير هاك في شرها. طبعا كل شيء شغال معنا، هنا المكيف شغال معنا، كل شيء شغال ما شاء الله تبارك الله. يعطي خير هاك في شرها ان شاء الله. قيمة التطبيقات كل شيء شغال. ها حبيبنا وش رايك، مضبوطة؟ أمور طيبة. شغل بلوتوث، شغل أي شيء. وش بك عليها؟ الحين وإذا الشبكة اللي ما تشبك إلا على هذه بس. دقيقة بس الآن نشوف. سوي وش سويت أنت؟ شبكت وين؟ رجال اشترك في القناة متابعتكم الجديد، أخوكم أبو لؤي 0572 93 372 2.